ده قطر. شكرا. انك تحبب الصمت على ما يبدو. اجد نفسي عاجزا عن الحديث في مثل هذه المواقف. التجارة يا بني لا تستحق كل هذا الخجل. أم عندك شيئا آخر غير التجارة؟ هذا الذي يدفعني إليك. ما هو ذلك الشيء الذي تكتبه؟ كتبته سنتين وأنا الأوان إلى أن أبوح به أمام الشخص المخول بالبت به. اسمي محمد صالح جمعة. توفي والدي منذ كنت في التاسعة من عمري. رحم الله والدك. عسى أن يكون من أهل الخير والثواب. كفلتني أمي ولم تتركني. حضرتني بعطفها حتى قسى عودي وكبرت. أثرت الترمل على زواجي لأجلي. هذه أم تستحق كل التقدير. علمتني ولم تبخل علي في كل مراحل تعليمي إلى أن دخلت إلى الجامعة. أها، علني بدأت أفهم بعض خيوط الحكاية. أكمل. ما دمت قد عرفت بداية الحكاية فلا داعي لإتمامها. لا لا لا، أحب أن أسمع الحكاية منك. في هذه الجامعة تعرفت على فتاة اسمها نهى خليل. أعرف أننا لسنا في حرم واحد لكننا نخرج إلى رصيف واحد. كيف تعرفت عليها إذا؟ من خلال ذلك الرصيف الممتد. لا أخفي عليك أنني كنت أراقبها وهي تتحدث مع زميلاتها بخجل وتتصرف معهن بحياء. ولا أخفي عليك أيضا أنني تعمدت الحديث معها مرتين خلال هذه السنة لاستخراج مكنوناتها. وهل نجحت في ذلك؟ أستطيع أن أقول بعض الشيء. دعني أسألك، من يعيلك؟ أعيل نفسي. كيف تعيل نفسك وأنت طالب في الجامعة؟ أداوم في الجامعة نهارا وأعمل في شركة بعد الظهر. وكم يبلغ راتبك؟ 250 ريالا وربما يصبح 300 في العام المقبل. 250 ريالا ربما يصل إلى 300. هذا ما وعدني به مدير الشركة. فلنفترض أن راتبك 300، هذا لا يكفي لأجرة منزل تسكن فيه مع زوجتك، أليس كذلك؟ لدي دار مع أمي ورثته عن أبي. غرفتان وصالة. غرفتان وصالة؟ أعرف أنه دار صغير لا يفي لمتطلبات الحياة في المستقبل، ولكن كما يقال العافية تأتي شيئا فشيئا. يعجبني طموحك، لهذا سأساعدك. سأبيع لك الأسمنت والحديد بأسعار مخفضة متى ما استطعت بناء منزل. هذا يعني أنك تقفل الباب في وجهي؟ أبدا، أنا أحاول أن أساعدك على البناء. لكنني جئتك أطلب يد ابنتك نهى. أنا أملك شركة تجارية لبيع مواد البناء فقط لا غير. ما تطلبه ليس موجودا. أنت تطردني؟ أبدا أبدا. تفضل تفضل اجلس. بإمكانك أن تقترح كوب بيار، شاي، قهوة، أم أنك تفضل العصير؟ أريد نهى على سنة الله ورسوله. هي ليست لك ولم تخلق لشاب في مثل حالتك.
إن التقيتما صدفة على الرصيف هذا لا يعني أنكما تناسبان بعض. تذكرت أنت شاب فطن، سأدفع لك 300 ريال إن وافقت على العمل. ماذا قلت؟ لكن لم تخبرني، ما الذي تفعله هنا؟ أحاول أن أريح أمي من عناء المجيء إلى السوق. ماذا يفعل محمد في الدار؟ محمد ليس في الدار، لقد غادر هذا الصباح باكرا. إلى أين؟ اليوم عطلة شاملة. لا أعلم، لكنه كان يبدو مضطربا بعض الشيء. التجربة تؤدي إلى مثل هذا الاضطراب. تجربة؟ أي تجربة تعني؟ ألم يحدثك عن مشروعه المستقبلي يا خالة؟ مشروع؟ في الحقيقة أحياناً محمد يخفي عني بعض الأمور التي تزعجني. لا أظن أن هذا الأمر سيزعجك، بل سيفرحك. هل نجح في الجامعة؟ لم يحن أوان الجامعة يا خالة، محمد يمر في اختبار من نوع آخر. أها، فهمت، لقد وجد شريكة حياته. لا زال في بداية الطريق، الطريق الذي اختاره طويل جدا. طويل جدا أم قصير جدا؟ هذا الخبر يفرحني كثيرا، لكن لم تخبرني، من هي هذه الفتاة؟ حري به أن يحدثك عنها. سعيد، أخبر خالتك ببعض التفاصيل المهمة. هيا قل. اسمعي يا خالة. بل يجب علي أن أحادثها. هذا الموضوع لا يمكن السكوت عنه. أنا والدها وحري بي أن أعرف كل التفاصيل وبحذافيرها. لا أحد ينكر عليك ذلك. الوالد يجب أن يكون ملما لجميع ما يحدث في داره. إنما هذا الموضوع بالذات وموقفك السلبي منه يعقد الأمور كثيرا، وقد يؤدي بها إلى الرسوب. خليل، لا تنسى أن ابنتك في السنة ما قبل الأخيرة للتخرج. حسنا، سأترك لك هذا الأمر. العلاقة العاطفية بينها وبين هذا الشاب يجب أن تموت في مهدها. عليك أن تفهميها ذلك. إنك تعقد الأمور كثيرا وتضخمها يا خليل. هذا الذي يجب أن يحدث. حسنا، دعنا نناقش هذا الأمر بكل روية ودون تشنج. أتاك شاب يخطب ابنتك وفيه من الخلق والإيمان ما يكفي، فأين المشكلة؟ المشكلة في أن راتبه لا يكفي ثمن فستان لابنتك. هل ترى أن هذا الأمر يشكل عقبة للزواج؟ لا أريد لابنتي التي عودتها على الغنج والدلال أن ينقلها رجل إلى موقع التقشف والإحباط. ما الضير في أن تسانده؟ أنت رجل قد أنعم الله عليك، ولا يوجد في بيتك سوى تلك الفتاة وذلك الصبي الذي لم يتجاوز عمره 12. الضير أنني سأجد لها عريسا يناسبها ويناسبني ومكانتي الاجتماعية، ويغدق عليها بالمال والخير دون اللجوء إلي. حتى وإن كانت لا تحبه؟ حتى وإن كانت لا تحبه، المحبة عارض عاطفي يزول عند الاحتكاك بالتجربة الأولى. خلاصة القول يا حنان، لا أريد هذا الشاب زوجا لابنتي. أنت لا تريده لواقعه المالي ليس إلا؟ نعم، المال عصب الحياة وسبب السعادة، ألا ترين ذلك؟ والله ما أرى إلا ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم: من رضيتم دينه وخلقه
فزوجه. لا تحاولي إحراجي فإخراجي عن الموقف الذي اتخذته. لقد حسمت الموضوع مع ذلك الشاب وانتهى الأمر. ما الذي حدث يا محمد؟ لما رميت بالكتب هكذا؟ ما عدت بحاجة إليها. لماذا؟ هل سقطت في الامتحان؟ امتحان الحياة أكثر صعوبة من الامتحانات المدرسية. يا ولدي أريدك صلبا قويا، لا تهزك ريح ما تلبث أن تنجلي. لكنني أحب نهى وهي تبادلني ذلك الحب. إن كنت تحبها حقا فلن يقف عائق في سبيل زواجكم. خذ كتبك فهي ملاذك. تبا لهذه الكتب، لم أجن منها إلا الفقر والمذلة. هذا ما تراه في لحظتك الآن، لكن الأمور ستتبدل بعد حين، صدقني. وما الذي سيتبدل؟ الكثير. ستأخذ شهادتك وسوف تفتح أمام عينيك آفاق كبيرة بإذن الله. ونوع التي أحبها؟ دعها تقلق والدها. ستفشل. ما الذي أوحى إليك بهذا الأمر؟ والدها الذي خبرته عن كذب. الحل بيده الآن. يجب أن أنطلق إلى هذا الرجل. خطوة جريئة. وماذا ستقول له؟ سأخبره بأنك أخطأت في حقه، وأخبره أيضا بأنك رجل متجبر أخرجتك أموالك عن اللياقة مع الآخرين. كنت تحدثني أيام الجامعة عن بعض الجنون في رأسك، وأنت الآن تثبت لي أنك تريد أن تقطع آخر خيط بابنته. أحاول أن أنفس عن غيظي، أشعر بضيق في صدري يا رجل. يا محمد، الموضوع يحتاج إلى التروي، فكلاكما يرى مسألة الزواج من زوايا مختلفة، فأنت ترى الزواج بأنه منظور روحي بعيد عن المادة، أما هو فيرى الزواج بمنظوره المادي البحت. افهم يا رجل، أنت لا تملك المقومات الكافية لإسعاد ابنته. لكنها تعرف جيدا المقومات المادية وهي راضية بذلك. بعض النساء بعد الزواج يقارن نفسهن بحياتهن القديمة، فيبدأن بالتململ والسأم وتبدأ المشاكل. أقول بعضهن بعضهنها، لكن العلاقات الإنسانية بحاجة إلى تضحية من طرف للآخرين أو من الطرفين معا. هذا حامد. نعم يا حامد. لا، أنا مع قيس بن الملوح. لا 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 تستعجل، فالأمور كما هي، ليلى لم تختفي بعد. أجل، لقد اختمرت الفكرة في رأسي. لا، لن أتخلى عنها إن شاء الله. لا بأس، نلتقي غدا في الجامعة بإذن الله. مع السلامة. عن أي فكرة تتحدثان؟ لا شأن لك بها. هذا يعني أنني خارج اللعبة. أنت تريد أن تطبق سنة الحياة قبلنا، أما نحن نريد أن نستكمل دراستنا. وماذا تنويان فعله خلسة عني؟ نريد أن نتابع دراسة الدكتوراه. دكتوراه؟ ما رأيك أن تتابع معنا؟ لا لا لا، أنا لا أستطيع حمل بطيختين في يد واحدة. أمي بحاجة إلى من يعيلها، وأنا الوحيد المؤهل لفعل ذلك. أما أنت تعيش في كنف والدي ويستطيع أن يمدك بالمال لكي تستكمل دراستك. أما أنا فوضع مختلف تماما. في حال أني توقفت عن العمل مساء فأكون مضطرا أنا وأمي بأن نستدين طعاما من دكان العم إبراهيم. الله يرزق من يشاء بغير حساب، ولكن يفضل بعضنا على بعض. كنت ستحدثني بأمر غير الزواج. قل فإني أسمعك. أمي، ماذا لو طلبت العون من خالي جميل؟ أي عون تقصد؟ العون المادي طبعا.
ما الذي تريد فعله؟ يعني ما حاجتك إلى المال؟ أني أفكر في الخوض في مشروع مستقبلي. أي مشروع تقصد؟ كنت أود متابعة التحصيل العلمي لدراسة الدكتوراه. هذه أمنية ما بعدها أمنية. لا تقلق، مصاريف دراستك علي. كيف؟ هذا سر أبوح لك به فيما بعد. أمست الساعة 5 يا رجب، ألا تريد الذهاب إلى منزلك يا دكتور؟ لقد سرقني الوقت، تصحيح المسابقات يحتاج وقتا طويلا. العشاء جاهز. سأصلي أولا. أين علي؟ عماد يدرس في غرفته، سيكون من الأوائل في الجامعة إن شاء الله. إن شاء الله، عماد سيرفع رأسي عالي. غدا النتيجة النهائية، لا تنسى أن تفي بوعدك له. ما وعدته به أمس جاهزا، لأنني على يقين بأن عماد سيكون أول الفائزين إن شاء الله. هذه مسابقة عماد خليل راشد. أهلا وسهلا. الضحية وقعت في الشرك، الآن جاء دوري. هي ليست لك، ولم تخلق لشاب في مثل حالتك. إن التقيتما صدفة على الرصيف، هذا لا يعني أنكما تناسبان بعض. تذكرت، أنت شاب فطن، سأدفع لك 300 ريال. لن أرحمك يا خليل راشد، جاء دوري الآن لأرد لك الصاع صاعين. السلام عليكم. وعليكم السلام. أرسلت في طلبي على عجل، ما الأمر؟ تفضل. أنت وضعت لهذه المسابقة 27. نعم، ما المشكلة في ذلك؟ المشكلة يا دكتور أن الطالب يستحق 18 من 20. تمعن في قراءتها جيدا. قرأتها مرتين، حاولت أن أرفع علامته إلى 10، كلها ثرثرة وجعجعة، كلام خارج عن الموضوع. دكتور محمد، هذا الطالب ناقش الموضوع مناقشة رائعة وأبدع فيما كتبه. أعتقد أنك لم تقرأ المسابقة بتمام. على ما يبدو أنت تريد النجاح لهذا التلميذ بأي شكل من الأشكال. أبدا، أنا أنشد الحق يا محمد. أنت أعطيت الطالب 27 وهو يستحق أكثر. لا تنسى أنه مهدد بالرسوب، هو في سنته الأخيرة في كليته. عدنا إلى البداية، أنت تريد النجاح لهذا الطالب بأي شكل من الأشكال؟ أبدا صدقني. ما الذي دفعك أن تطلع على ما صححته من مسابقات؟ الدكتور مدير الدائرة. مدير الدائرة؟ نعم، مدير الدائرة، بناء على شكوى تقدم بها والد الطالب. أظنك تعرفه جيدا. صاحب هذه المسابقة عماد خليل راشد، وهو من الأوائل في صفه، وهذا ما دفع مدير الدائرة أن يطلب مني إعادة تصحيح المسابقة. صارحني الطالب، ما الذي دفعك إلى وضع مثل هذه العلامة؟ الانتقام والتشفي. الانتقام؟ هل الانتقام من صاحب حق فتسلبه حقه؟ ألم يسلبني والده حقي ذات يوم بأن حطم قلبي وعاطفتي ومنعني عمن أحب وأرتضي؟ ولكنك تأخذ الثأر من غير صاحبه. بل أخذه من صاحبه تماما.
أعرف أنه ينتظر تخرج ولده كي يسلمه إدارة مؤسسته الجديدة. يجب على والده أن يشعر بالإحباط ولو لمرة واحدة في حياته. ما شعرت أنا به أشهر بل سنوات. اجلس اجلس يا دكتور محمد. لو أنك قرأت كتاب الله بتمعن لما أقدمت على مثل هذا الفعل. ألم تسمع قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. صدق الله العظيم. صدق الله. لا أظنك بعيد عن هذا الخطاب المبارك. خذ المسابقة يا محمد، وحاول أن تعطي الطالب ما يستحقه من علامة.